يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؟ هل إيش؟ هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هل يدل على أن الأولى عدم طلب التداوي لأن الرقية نوع من العلاج؟ التداوي مباح، ليس واجبا ولا مستحبا، بل هو من المباحات، فإذا تركه فقد ترك مباحا. لا، والمباح لا يذم، لا يأثم تاركه ولا يثاب فاعله، تساوي الطرفين. نعم.